حلقة جديدة من مدار الغد، أهلا بكم. صفقة روسية أمريكية في مجلس الأمن لتخفيف الضغط على سوريا، فهل تكون بداية لحل الأزمة أم تعميقها؟ وأكراد سوريا 10 سنوات من الحكم الذاتي، لكنهم سقطوا في حرب بلا نهاية. يبدو أن واشنطن وموسكو ستجدان أرضية مشتركة في الأزمة السورية، فإدارة بايدن وبعد إهمالها الملف السوري لعام كامل عادت لتبحث عن دور لها هناك، وهي منتشية بنجاحها في تصفية زعيم داعش في شمال سوريا. فمجلة فورين بوليسي الأمريكية كشفت عن أن واشنطن توصلت بالفعل إلى اتفاق مع موسكو من شأنه تخفيف الضغط السياسي على سوريا داخل أروقة الأمم المتحدة، وذلك من خلال مشروع قرار روسي أمريكي قدم لمجلس الأمن الدولي في 31 يناير الماضي. وبحسب ما سميت بالصفقة، ستقل الجلسات الأممية بشأن الأسلحة الكيماوية وجهود تنسيق الإغاثة الإنسانية والانتقال السياسي. وثمة تفاصيل أخرى كشفها المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيم جيفري تتعلق بتنازلات سياسية تقدمها واشنطن، منها العودة الآمنة للاجئين وقبول إدماج قوات سوريا الديمقراطية، هذا إلى جانب ضمانات أمنية للحدود الجنوبية لتركيا، فيما سيكون الانسحاب الإيراني غير واقعي في الوقت الراهن بحسب جيفري. أما روسيا فستحصل على ضمانات بانسحاب القوات الأمريكية والتركية وتخفيف العقوبات على دمشق، ما يسمح بدفع عجلة الإعمار. مراقبون يعتبرون الصفقة تنازلاً جديداً من إدارة بايدن لتجنب الصدام مع موسكو وضمان بقاء الإمدادات من تركيا إلى شمال غرب سوريا. لكن الصفقة في النهاية تبرهن على أن صانع القرار الأمريكي مقتنع تماماً بقوة تأثير روسيا على الرئيس السوري. فهل يعيد تمرير الصفقة في مجلس الأمن سوريا إلى ما كانت عليه قبل 2011؟ من واشنطن ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومن دمشق دكتور أسامة دنورة الكاتب والباحث السياسي، ومن سوتشي دكتور دينيس ميرغورود الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بكم. أبدأ معك سيد ديفيد شينكر من واشنطن. بعد 10 سنوات أو يزيد من التعنت الأمريكي تجاه الأزمة السورية، لماذا الآن برأيك توافق واشنطن موسكو في مسعاها لتخفيف الضغط على سوريا؟ في البداية أنا سعيد بوجودي معكم وأريد أن أرحب بك وبالسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن الإدارة الحالية مشغولة بالكثير، فهي لم تكن ملتزمة أبداً كما كانت إدارة ترامب تجاه القضية السورية وتجاه الضغط على إيران في سوريا وتجاه الضغط على حزب الله هناك. فالآن يتعامل مع اتفاق نووي جديد مع إيران، وهناك مفاوضات ولديهم مشكلة أوكرانيا، ولذلك يحاول التعاون مع روسيا في هذا،
ولكن منذ البداية هم لم يكونوا مركزين على سوريا، فلم يعينوا مبعوث خاص، ولكن فقط كانت هناك بعثة صغيرة جدا من مثل جيم جيفري، وأيضا لدينا مساعد وزير وهو قادر ولديه مهارة على الرغم من صغر سنه، ولكنه ليس مسؤول سياسي محنك وليس سفير مثلا ولا مستشار للأمن الوطني. فأنا أعتقد أن هناك العديد من الأسباب لهذا الأمر، ولكن بالخلاصة هم لا يريدوا تعقيد الأمر هناك، هم مستعدون أن يروا أن يتخطوا هذا الصراع، ولا يريدوا أن يقنعوا بقية البلاد أن تتعاون مع الأسد أو يقنعوها ألا تتعاون مع الأسد. ففكرة أن سوريا ستعود للعالم العربي، لا أعتقد أن أمريكا تريد أن تتعاون على هذا الأمر أيضا. دكتور دينيس من سوتشي، كيف نجح الكريملين في أن يقنع البيت الأبيض بتخفيف الضغط الأممي على سوريا، أم أننا أمام صفقة ما؟ السلام عليكم. عليكم السلام. برأيي حتى بداية الأزمة السورية، موسكو كانت تدعم وروسيا كانت تدعم موقف أن النظام السوري وبشار أسد هو رئيس قانوني لسوريا، وبهذا السبب في روسيا يوجد الموقف أن من الضرورة أن إعادة دمشق رسمي إلى مجال القانوني الدولي، يعني نظام قانوني دولي. وبهذا السبب البعض العملية السياسية وتدبيرها هي من أهم أهداف لهذه الصفقة المحتملة بين واشنطن وموسكو. طيب، هل هناك دكتور دينيس أي ملامح لهذه الصفقة؟ هل هناك تسريبات؟ هل هناك معلومات؟ للأسف لا أعرف ملامح لهذه الصفقة، ولكن برأيي يجب علينا أن نتطلع إلى هذه الصفقة كجزء من عمليات السياسية الدولية التي تمر الآن، ونحن نشوف أن توجد أدلات وإشارات كثيرة أن العالم كلها وطبعا الشرق الأوسط أيضا أمام التغيرات كبيرة في هيكل الدولي أو في النظام الدولي، وربما هذه الصفقة هي محاولة للتثبيت القواعد السلوك بين الدول الكبيرة الدول الكبرى. دكتور أسامة دنورة من دمشق، هل لديك تفسير يا دكتور أسامة لماذا بعد 10 سنوات أو يزيد من ذلك التعنت الأمريكي تجاه الأزمة السورية فجأة يظهر هذا اللين؟ توافق واشنطن مسعى روسيا في أن يقدم طلب مشترك أمريكي روسي لمجلس الأمن لتخفيف الضغط على سوريا؟ طيب، سنعود إليك مرة أخرى دكتور أسامة. سيد ديفيد شينكر من واشنطن، الآن منذ 2012 وهناك مسارات دبلوماسية، مسار سوتشي، مسار جنيف، مسار أستانا، كل هذه الجولات المكوكية وكل هذه الوفود وكل هذه المقترحات والبنود ذهبت هباء. الآن نتحدث عن مستقبل هادئ للغاية سياسيا لسوريا بعد مشروع القرار ذلك. أنا لا أستطيع أن أفسر هذا، فهذا يصعب تفسيره. فببساطة الولايات المتحدة كانت تدعم تطبيق قرارات مجلس الأمن 22
45 والذي كان يطالب بالانتقال السياسي في سوريا. والولايات المتحدة ضغطت بشدة في عهد ترامب وقاموا بالعديد من العمليات التي قادها بيتر غاريسون، وأيضا السوريين والروس عاقوا هذه العملية، وأمضينا 3 أعوام في محاولة لتطبيق هذا القرار، ولكن أعتقد أن كل هذا كان تكتيك للتأجيل من قبل نظام الأسد. وأعتقد أن في النهاية إدارة بايدن أرادت أن تركز فقط على حقوق الإنسان، وستبدو في النهاية للأسف أنها مستعدة أن تقبل نظام الأسد، وهذا بالطبع ارتكب جرائم حرب واستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه في العديد من المناطق، وهذا مخالف للعديد من الاتفاقيات الدولية، ومع ذلك هم سيعقدوا اتفاق يقلل الضغط على هذا النظام، و مجلس الأمن سيغض الطرف الآن على التحول السياسي. فأنا لا أعتقد أن يمكن شرح أو تفسير أو تبرير هذا أبدا، فأعتقد أن هذا تقاعس، ولكنه في النهاية فكر عملي يستند للمعطيات الحالية وما يمكن تحقيقه. فالآن هناك اعتقاد واعتراف أن الأسد لن يتم تنحيته، ولكنني لا أقبل هذا. ومجددا أنا لا أقبل أيضا أن يتم تبرئة الأسد مما قام به أو حتى غض الطرف عن هذا. طيب دكتور أسامة دنورة من دمشق، الآن تسمعني يا دكتور أسامة؟ نعم أسمعك جيدا. طيب هل لديك تفسير لماذا الآن توافق واشنطن روسيا في مسعاها من أجل دعم النظام السوري، من أجل تقديم الحماية حتى له من جلسات المساءلة الأممية؟ يعني هي طريقة متدرجة أو تدريجية لفض الاشتباك ولخروج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المسعى الفاشل للتغيير في سوريا. يعني بمقارنة بسيطة، عندما قام الأمريكان بدعم الإرهابيين في أفغانستان، ما كان يطلق عليه السايكلون بروغرام، حاولوا اليوم أيضا في سوريا أن يعيدوا الأمر بما يطلق عليه التيمبر سيكامور، البرنامج خشب الجميز، لاستخدام القاعدة واستخدام باقي التنظيمات الإرهابية ضد سوريا. ولكن الاختلاف الذي لم يستطيعوا أن يدركوه أنه في حالة أفغانستان كان الروس هم قوة احتلال، أما في سوريا فهم تحركوا وحركوا الإرهابيين ضد أهل البلد وضد دولة ويعني حكومة منبثقة عن هذا الشعب، وبالتالي فشل الأمر لأنهم لم يكونوا يحاربون عبر دعم الإرهابيين قوة خارجية، بل كانوا يحاربون أهل البلد وشعب البلد. والحقيقة يعني أنهم بشكل أو بآخر كان هناك فيما يتعلق بالاستخبارات العسكرية الأمريكية والCIA مسؤولية مباشرة عن دعم المجموعات الإرهابية. وطبعا هذه المقاربة بدأت بالانحسار منذ مصرع السفير الأمريكي في ليبيا، هنا بدأ النهج. اسمح لي يا دكتور أسامة، لكن أنا لا أتحدث الآن عن أزمة استمرت شهرين سنتين 5 سنوات، نتحدث عن أكثر من 10 سنوات. رأينا في ال10 سنوات مثلا 4 مبعوثين أمميين، كوفي عنان، الأخضر إبراهيم، ستيفان دي مستورا، وأخيرا جير بيدرسون. كل هذه التقارير للمبعوثين الأربعة، ما هو مصيرها؟ يعني بشكل أو بآخر الأمر يعني الواقع سوف يفرض نفسه فيما بعد. فشلت المقاربة الأمريكية لمحاولة يعني تغيير النظام عن طريق الإرهاب، هذه المقاربة الحرب بالوكالة فشلت، وبالتالي هذه الجهود التي حاولت صرف الجهد الإرهابي في الإطار السياسي وفي الإطار الأممي يجب أن يعاد تصميمها وأن يعاد إنتاجها بشكل تلائم الأمر الواقع الجديد. يعني اليوم هناك اختلافات واضحة في ميدان المعركة، هناك يعني اختلافات في المقاربة، ما كان يتم الحديث عنه سابقا وكأنه تحرك للشعوب العربية أصبح واضحا أنه من إنتاج الاستخبارات الأمريكية وخاصة إدارة أوباما وبالتحديد هيلاري كلينتون المسؤولة عن هذا الأمر، وهذا ما يعني صرح به ترامب وغير ترامب.
فلذلك اليوم بدا واضحا ان هذه الموجه برمتها تراجعت، هي بصدد الفشل، وبالتالي اصبح من الضروري تغيير المقاربات. يعني ما يطلق عليه الفروزن كونفليكت، الصراع المجمد، هي المقاربة التي قال البعض أن روسيا تعتمدها في سوريا. هذا الصراع عندما يتحول إلى صراع مجمد فهو تدريجيا يميل لمصلحة، لغير مصلحة المتدخلين الخارجيين، يعني لغير مصلحة هنا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كلما طال أمد الصراع فالقوى المتدخلة الخارجية، والقوى اللي نستخدم هذا المصطلح يعني بكل تحفظ، القوى الاستعمارية أيضا القادمة تبدأ بأن تفقد زخم الهجوم على الدولة التي تستهدفها، وتبدأ بالتراجع عن هذا الأمر. وجدنا هذا الأمر في العديد من الحالات، منها الحالة العراقية، منها الحالة الفيتنامية. لذلك يعني ضيفك الكريم عندما يعني يعيد نفس الأسطوانة القديمة تبع انتهاك حقوق الإنسان، يعني نسأله عما يحدث في اليمن، نسأله عما يحدث في إسرائيل، لكي لا يكون هذا الأمر يعني مجرد شعارات لم تعد تقنع أحدا. طيب دكتور دينيس من سوتشي، من يتحدثون عن صفقة يا دكتور دينيس يقولون إن روسيا ستقدم تنازلات في ملف أوكرانيا في مقابل أن تقدم واشنطن لروسيا تنازلات في ملف سوريا، هل توافق على ذلك؟ زي قلت قبل قليل، طبعا ألام على أطراف مثل روسيا والولايات المتحدة أو مثلا الصين ستقوم ببعض التنازلات، ولكن بالنسبة لأوكرانيا، تحدثا عن أوكرانيا، برأيي روسيا سوف لا تتنازل، لأن أوكرانيا قريب جدا من حدود روسيا، وملف أوكرانيا هي في أولويات أساسية للسياسة الخارجية الروسية، وهذه هي الأشياء الاستراتيجية للسياسة الخارجية الروسية. وربما روسيا ستفعل وستأخذ بعض التنازلات في مناطق أخرى، ولكن برأيي روسيا لا تستطيع أن تفعل أي تنازلات في سوريا، لأن زي قلت بالحقيقة أن كانت تستمر هذه الأزمة ليس خلال شهرين أو 5 سنوات، خلال أكثر. وروسيا استخدمت كثير من القوات، قوات عسكرية سياسية والاقتصادية لدعم سوريا، وبهذا السبب أنا أعتقد أن لا يجوز لروسيا لتفعل تنازلات كبيرة في سوريا. طبعا ربما ستكون صغيرة بس ليس كبيرة. طيب سيد ديفيد شينكر من واشنطن، الآن سيد ديفيد الخبر المجرد لدينا هو أن واشنطن وموسكو تقدما معا مشروع قرار مشترك لمجلس الأمن يهدف إلى تخفيف الضغط الأممي على سوريا، لماذا سمته الفورين بوليسي بالصفقة؟ مجددا أعتقد أن ما تريد إدارة بايدن وما تريده الولايات المتحدة هو أن تقوم بعمل إنساني في سوريا حتى تحصل على تعاون روسي، وحتى تتمكن من توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية، وذلك من حينما تفتح الحدود مع تركيا. لذا هم يحتاجوا إلى سماح روسي، والهدف من هذه الاتفاقية كما ذكرت هو التعاون الروسي المطلوب في هذه المناطق. وإدارة ترامب حاولت أن تستخدم هذا كأسلوب من أساليب الضغط على نظام الأسد حتى يقوم بتطبيق قرار مجلس الأمن 22
54 والذي يطالب بالانتقال السياسي في سوريا، وهذا الشيء لم يتحقق ويطبق أبدا. لذا أنا أعتقد أن هذا هو السبب الاتفاق المزعوم، إلا أننا حتى لم نراه حتى الآن، ويمكن أن تنكره حتى إدارة بايدن. لكن اسمح لي يا سيد ديفيد، يعني لكن هذا القرار أو مشروع القرار من شأنه أيضا أن يثبت أو يضفي المزيد من الشرعية على نظام الرئيس بشار الأسد، وهنا ربما يعكس ذلك خذلان لموقف أمريكا الذي دام 10 سنوات، وكذلك تخليها مثلا عن قوات سوريا الديمقراطية. لا، هذا لا يعني أننا نتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية، فالولايات المتحدة لم تتحدث بعد عن سحب قوات الأمريكية من شرق سوريا، وأنا لا أعتقد، وهذا بالطبع سيحدث بعد فترة، فبعد انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان هذا سيؤثر على قوات في سوريا. ولكن يمكنني أن أقول أيضا أن هناك نوع من التقاعس من قبل إدارة بايدن تجاه هذا الأمر، وقبول أكثر لنظام الأسد. في إدارة ترامب نحن قلنا لحلفائنا: لا، نحن لا نريد منكم أن ترسلوا سفاراتكم إلى سوريا، فهذا البلد يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه، وهذا النظام قتل 500,000 شخص، ونحن لا نتحدث عن الإرهاب. بالطبع نظام الأسد قتلوا آلاف الفلسطينيين من مخيم اليرموك، وقتلوا الكثير في السجون بشكل عمدي، وحولوا الأمر لقضية إسلامية. وحتى حماس تركت البلد لأنها لا تريد ولم تقبل معاملة الشعب السوري، ولم تريد أن ترتبط بهذا الأمر. لذا أنا أعتقد أن الإدارة الحالية، إدارة بايدن، قالت أنها لا تستطيع الآن أن تستمر في عزل الأسد، فهذا المنهج صعب، ويبدو أنهم قبلوها الآن، ولكننا سننتظر ونرى. فأنا لا أعتقد أن كل بلدان العالم ستقبل هذا النظام نتيجة لما قام به في السابق. دكتور أسامة دنورة من دمشق، يعني بالتأكيد لديك تعليق. يعني طبعا عندما يقول بأن الأمر لا يتعلق بالإرهاب، يعني هذا الأمر أصبح مكشوفا وواضحا لدرجة كبيرة. يعني هل نحن بحاجة استعادة التاريخ القريب، مقاربة إدارة أوباما لنشر التعاون مع الإخوان ونشر الحكم الإخواني في المنطقة العربية وما أطلق عليه الربيع العربي والدور القطري التركي في هذا الموضوع؟ يعني أعتقد أن هذا الموضوع أصبح مفروغا منه، ليس من المجدي أو ليس من الضروري أن نعيد التذكير به مرة بعد أخرى. والتعاون كما قلنا، يعني بإمكان أي شخص أن يفتح اليوم شبكة الإنترنت ويقرأ عن برنامج CIA تيمبر سيكامور. هناك تجيش لمجموعات إرهابية، قيس الأمر على الوضع الذي كان في أفغانستان، ولكنه فشل في سوريا. لا يمكن أن يختبئ الحقيقة أي متحدث أمريكي وراء إصبعه في هذه الموضوع، في هذا الموضوع. هم يعني شغلوا الإسلاميين والمتطرفين والراديكاليين في المنطقة كجيش بديل للقيام بمحاولة إزاحة نظام أو حكومة لا تحظى بالموافقة الأمريكية، من ناحية موقفها من إسرائيل، من ناحية موقفها من الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وهذا يعني ملخص الموضوع. يعني اليوم أصبح يعني من غير المقبول الحقيقة، ومن غير، لا يمكن أن نحترم عقول الناس والمشاهدين إذا قلنا بأن هذا التحرك كان عفويا أو كان منطلقا من احتجاجات شعبية عفوية غير مدبرة. ويعني نعيد في كل مرة نذكر نحن الحقيقة باعتراف وزير خارجية قطر بإنفاق 124 مليار دولار، وهذا الأمر طبعا يعني إذا أردت أن رأيي الشخصي، لا يمكن لدولة تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قاعدتين السيلية والعيدين دولة قطر أن تتصرف من تلقاء نفسها، أو أن تكون بدون موافقة أمريكية وبدون توظيف أمريكي. يعني حقيقة الأمور يعني تكشف نفسها، لم يعد هناك من ضرورة لتوضيحها أكثر مما هي واضحة. الأمريكان ناموا مع الشيطان مرة جديدة، ولكن هذا الأمر فشل. ويعني عادة تكون هناك ارتدادات على أمن المواطن الغربي، على
استقرار بعض الدول الأوروبية، ولكن اليوم لحد الآن لم تظهر هذه الأمور لحد الآن بشكل واسع النطاق، ولكن لربما سوف تظهر بشكل واضح لاحقا. طيب التوظيف الإرهاب يعني طبعا بكل الأحوال له مفاعيل دولية خطيرة وخطيرة جدا. طيب دكتور دينيس من سوتشي، دعنا نتفق يا دكتور دينيس أنه في السياسة ليس هناك شيء بالمجان. الآن إذا ما حصلت روسيا على تنازلات من واشنطن، بالتأكيد روسيا مطالبة بأن تقدم هي الآخر ثمن لذلك، ما هو الثمن؟ الثمن المحتمل لهذه التنازلات برأيي التغيرات في وجود الدول في العالم كلها، يعني في مناطق مختلفة. الآن طبعا الآن نتحدث عن القضايا في الشرق الأوسط، بس العالم غير مردود في الشرق الأوسط، وربما ستكون التنازلات في آسيا من جانب روسيا في آسيا أو في أمريكا اللاتينية. وزي قلت أن العالم يتغير الآن بشكل سريع، وبهذا السبب أنا أعمل أن سيكون إجراء المباحثات بين الدول الكبرى بين الدول الكبرى لحل القضايا كاملة للعملية السياسية وللعملية الأمنية في العالم كله. لأن للأسف أنا أخشى أن إذا لا توجد التنازلات من روسيا ومن الولايات المتحدة ومن الصين مثلا، للأسف طيب نستطيع أن نصطدم بالحرب الجديد. سيد ديفيد شينكر من واشنطن، الآن بحسب مشروع القرار الأمريكي يا سيد ديفيد، من المفترض أن يقل الضغط على سوريا، من المفترض كذلك ألا تتم جلسات المساءلة أو الجلسات الأممية الخاصة بالأسلحة الكيماوية لسوريا، والخاصة بعرقلة جهود الإغاثة، والخاصة بتجميد الموقف السياسي. طيب السؤال هو، هل ننتظر قريبا أن يوجه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس السوري أو وزير الخارجية؟ أعتقد أن هذه الإدارة سمعنا منها وسمعنا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم لن يفعلوا أي شيء مع سوريا. ففي عهد أوباما حاولوا أن يوقفوا التطهير العرقي الذي يحدث في سوريا والذي كان يهدف لتغيير الديموغرافي. أحتاج إلى مقاطعتك، سيد ديفيد، أعتذر، أعرف أن هناك ترجمة لكن أحتاج إلى مقاطعتك. أنت تتحدث معنا يا سيد ديفيد بكلام يتنافى مع مشروع القرار الأمريكي، ما تتفضل به أنت الآن هي وجهة نظر، بينما الموقف الرسمي الأمريكي الجديد منذ 31 من يناير الماضي هو الطلب من الأمم المتحدة بتقليل جلسات المساءلة أو الاستماع أو متابعة ما كان يعرف بالاتهامات ضد سوريا. هذا يعني أننا الموقف الأمريكي تغير تماما، لم يعد كما كان، صحيح؟ الإدارة لم تعد مركزة الآن على عزل النظام السوري، وأنا أعتقد أنهم سيقبلوا عملية دمج النظام في المجتمع الدولي والنظام الدولي، وأنا أعتقد أن هذا ما يفعلوا. وفي نفس الوقت أيضا يجب أن تعلم أن في الولايات المتحدة هناك قوانين كقانون القيصر، و ويقول هذا القانون أن هناك أشياء معاقبة في سوريا ولا يمكن أن نفعل شيء تجاه هذا.
وحتى إذا أرادت إدارة بايدن تغيير هذا فعليها أن تعود للكونغرس الأمريكي، فهذا ليس قراره هو ولا إدارته. وبالطبع هناك خطة لإرسال الغاز المصري والأردني إلى لبنان من خلال سوريا، وستكون هناك اتفاقيات تجارية، هذا متوقع، ولكن الأشياء الكبرى لن تسمح بها لأن الكونغرس يرفضها وليس فقط إدارة بايدن. عذرا سيد ديفيد، فقط تحدثت عن مصر والأردن، أرجو أن تعيد هذه الجملة أرجو. نعم، الإدارة ستدعم برنامج حتى ترسل الغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، وهذا سيتم نقله من خلال أو عبر سوريا، وسوريا ستحصل على مصاريف النقل والتي تصل إلى 8%. والآن لبنان نتيجة لحزب الله والفساد والانهيار الاقتصادي يحصل على كهرباء لمدة 3 ساعات، لذا الإدارة الأمريكية تحاول أن تساعد في هذا، لذا نظام الأسد سيستفيد من هذا الأمر، وإدارة بايدن قررت أن هذا مقبول وأن هذا ليس انتهاك لقرار قيصر، وهذا أيضا استنادا لموقف البنك الدولي. طيب دكتور أسامة دنورة من دمشق، ذلك هو سؤالي الأخير، بالتحليل هذا القرار أو مشروع القرار سنجد أن دمشق لم تعد في خانة العداء بالنسبة لواشنطن على أقل تقدير، وهنا السؤال، يعني طيب ما هي تبعات ذلك على المستوى السياسي؟ طبعا هي تبعات إيجابية، لا يمكن لأحد أن ينكر الثقل الهائل لواشنطن على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري على مستوى العالم، والحكومة السورية لا تنظر إلى النفوذ الأمريكي على أنه شر مطلق، ولكن هي تنظر إلى ما تريده من مصالحها واستعادة أراضيها المحتلة بالدرجة الأولى. ولكن يعني دعني أضيف لو تكرمت، منذ عام 1963 لم يكن هناك، ولا أعتقد قبل حتى، يعني لم تكن هناك أي زيارة لمسؤول رئيس سوري للولايات المتحدة الأمريكية، حتى عندما التقى الراحل حافظ الأسد مع كلينتون كان ذلك، أتى كلينتون إلى دمشق مرة واللقاء الآخر كان في جنيف، وبالتالي لم يكن مطلبا وليس مطروحا ذهاب رئيس سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على دعوة أو خلافه، مع أن هذا لا يعني أبدا أن الموقف السوري تجاه السياسة الأمريكية هو دوغماتيك، يعني جامد وغير قابل، بالعكس هو موقف براغماتي، والدولة السورية تريد أن تأخذ المصالح الأمريكية بعين الاعتبار على أن لا يتعارض هذا مع مصالحها ومصالح الشعب السوري. من ناحية أخرى أنا أريد أن أضيف يعني تحليلا صغيرا فيما يتعلق، معنا أقل من دقيقة يا دكتور أسامة لو تكرمت، تفضل. تماما، يعني عندما سحب الأمريكان من أفغانستان هذا لم يكن بمقابل، كانت عبارة عن حرب يعني وصلت إلى منتهاها وأصبحت في مرحلة اللا جدوى، والاستمرار فيها هو استنزاف سياسي دبلوماسي عسكري مادي بعشرات التريليونات، لكن أفغانستان لم يكن فيها اتفاق مع الروس، تفضل. ولكن عمليا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يصب في مصلحة الجيوبوليتيك لدى روسيا والصين، ولذلك هو عمليا تنازل لهذين الطرفين من حيث المحصلة، ولذلك ليس بالضرورة أن يكون هناك ثمن تقدمه موسكو. الحقيقة هناك توجه أمريكي لإغلاق الساحات طويلة الأمد المفتوحة لمدة طويلة للتركيز، لأن نذكر بما يطلق عليه كيسينجر دكترين، عقيدة كيسينجر بأنه لكي يكون هناك قدرة للولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على مستوى العالم يجب أن يكون هناك خلاف روسي صيني، اليوم هذا الأمر غير محقق، وبالتالي هناك ضرورة أمريكية لتركيز جهودها على الحلف أشكرك. الجديد الذي تجلى مؤخرا في البيان الأخير، والانسحاب من الساحات المزمنة الصغيرة التي تستنزف جهود الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور أسامة دنورة الكاتب والباحث السياسي من دمشق، وسيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق من واشنطن، ودكتور دينيس ميرغورود الباحث في الشؤون الشرق الأوسط من سوتشي، شكرا جزيلا لكم. نناقش أيضا في مدار الغد، أكراد سوريا 10 سنوات من الحكم الذاتي لكنهم سقطوا في حرب بلا نهاية.
أهلا بكم من جديد في مدار الغد. عقد من الزمن على إعلان الأكراد عن منطقة حكم ذاتي في شمال شرق سوريا، لكنهم خلال تلك السنوات العشرة وجدوا أنفسهم غرقى في حرب لا شطآن لها، فأصبحوا خاضعين لأهواء الجيران والغرباء الذين يمتلكون القوة والنفوذ، وباتوا مهددين بخطر داعش بين الحين والآخر، وتحولت منطقة شرق الفرات في سوريا إلى واحدة من أكثر ساحات المعارك تعقيداً في العالم أجمع. من كوبنهاجن دار مصطفى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أهلا بك معنا سيد دار. يعني 10 سنوات مرت على إعلان الأكراد حكما ذاتيا في شرق الفرات، لماذا لم يتحقق بعد 10 سنوات؟ مساء الخير، تحية لكم ولمشاهديكم الأفاضل. الحقيقة أنه يعني الحكم الذاتي لم يمضي عليه 10 سنوات، بل هو يعني تم إعلانه بعام 2014 وتم إجراء تعديلات بعام 2017، أي مضى عليه تقريبا 5 سنوات. ولكن يمكن الحديث عن 10 سنوات كأن المنطقة في عام 2012 في ثورة 19 تموز يعني استطاعت أن تسيطر على المدن، ولكن دون الإعلان عن حكم ذاتي. بالحقيقة أنه أعلن الحكم الذاتي في 2012 سيد دارة، بعد عام من اشتعال المظاهرات في سوريا. في 2012 تم السيطرة على المدن، 2014 تم الإعلان عن أول إدارة محلية يعني للمنطقة في عام 2014. بالنسبة يعني منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ما زالت المنطقة تتمتع يعني بإدارة مستقلة، إدارة ذاتية يحكمها أبناؤها من مختلف مكوناتهم. هل تحقق الحكم الذاتي في شرق الفرات يا سيد دارة؟ الحكم الذاتي هو موجود يعني على الأرض، معلن فقط، الحكم معلن معلن على الأرض، ولديه قوات ولديه مجالس ولديه مؤسسات ولديه إدارات، ويقوم بتقديم الخدمات، ولديه جامعات ولديه مشافي، ويقوم بجميع المهام التي تقوم بها الإدارات الذاتية يعني عبر العالم، أو كما تسمونه الحكم الذاتي يعني في الدول الأخرى. هو لا يسمى الحكم الذاتي بل يسمى الإدارة الذاتية، يعني هناك اختلاف في المصطلحات وبطريقة إدارة الحكم. فلذلك يعني هو موجود ويقدم خدماته. في على الجانب الآخر فالغائب عن المنطقة هو يعني الحكومة السورية التي لا تحاول أن تدعم المنطقة، علما أن هذه المنطقة في السابق أيضا كانت حتى قبل يعني الأزمة السورية كانت تعاني من التهميش الكبير. منطقة شرق الفرات، مناطق شمال وشرق سوريا كانت تعاني من تهميش كبير من قبل الحكومة المركزية السورية،
رغم أن المنطقة تعد من أغنى المناطق في سوريا، الزراعة، المياه، النفط وما شابه ذلك، طيب ولكن للأسف أحتاج المنطقة إلى من جملة أسوأ أخيرة سيد المناطق. دارا، أحتاج منك إلى جملة أخيرة. هل هناك حكم ذاتي حاليا أو إدارة ذاتية حاليا مطبقة لا معلنة في شرق الفرات أم لم نعم تطبق بعد؟ إجابة وافية نعم جملة. نعم نعم الإدارة الذاتية مطبقة، ولديها مجالس، ولديها كيانات، طيب ولديها مؤسسات تقوم بإدارة المنطقة عبر هذه المؤسسات طيب والمنظمات والكيانات. ابقى معنا سيد دار لو تكرمت. ينضم إلينا من بوخم في ألمانيا نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات. سيد نواف، يعني لو كان الأمر هكذا، لو كان الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية التي بدأ الحديث عنه في 2012 وأعلن رسميا في 2014 نجح في تطبيق هذه التجربة، إذن لماذا لا تنتهي الحرب في شرق الفرات؟ مساء الخير لك والمشاهدين ولضيفك الكريم. أهلا القضية بك. لا ترتبط لا بالكرد ولا بالعرب ولا الذين يقومون ويديرون الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. هذه قضية كبيرة فيها تداخل قوى دولية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وتداخل قوي جدا من قبل القوى الإقليمية كتركيا التي تحتل أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وإيران التي بدورها تؤثر على القرار السوري. الإدارة الذاتية أعلنت كما قال الزميل من كوبنهاغن سنة 2014، لكنها توسعت حينما بدأ الكرد والعرب وبقية المكونات بتحرير مناطق أخرى من داعش، وبذلك كانت هناك إدارة أخرى أوسع مشاركة في 2018 بمشاركة عربية وسريانية وبقية المكونات، يعني باتت أوسع. هذه الإدارة واقع وتتعاطى معها دول كثيرة في العالم، بحيث تم استقبالها من قبل يعني قادة الإدارة الذاتية. فتحت لهم أبواب قصر الإليزي، استقبلوا من قبل وزيرة الخارجية السويدية، وأيضا السيدة إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية تم استقبالها وتحدثت في الكونغرس الأمريكي، والعديد من اللقاءات التي تتم والبروتوكولات التي توقع، خاصة حينما يزور مسؤولين لاستلام أطفال ونساء أو غيرهم من الدواعش الذين تم اعتقالهم خلال سنية الحرب الماضية. القضية السورية أو مسألة الاعتراف بالإدارة الذاتية أو إنهاء الحرب، هذا قرار دولي مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، تركيا، إيران وغيرها طيب من الدول المنخرطة بشكل أو بآخر في المأساة السورية. طيب يا سيد نواف، يعني نحن أمام حالتين، إما أن الحكم الذاتي نفذ وطبق بنجاح وبالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة عن أن يوقف هذه الحرب، يستطيع أن يوقفها، وإما أنه لا يستطيع أن يوقفها بمئة ألف جندي لقوات سوريا الديمقراطية ويحتاج بالفعل إلى الجيش السوري وبالتالي ليس هناك نجاح لهذه التجربة. أيهما تختار؟ لو تكرمت، أي حرب تتحدث؟ هل الحرب على داعش أم أي حرب؟ الحرب أن موجودة يقف في سوريا. أن يقف القتال في شرق الفرات. القتال في شرق الفرات، المعركة ضد داعش انتهت بنجاح عظيم، بنصر عظيم في الباغوز، لكن الحرب لم تنتهي بعد على داعش. يعني هذه مسألة لا ترتبط بالكرد وحده، هناك داعش تتواجد أيضا في منطقة البادية السورية وغيرها من المناطق، حتى بعض المجموعات الإرهابية التي يعني حاولت مواجهة دولة كبيرة بحجم وقوة ومكانة مصر أيضا. هذه ليست يعني الحرب انتهت، عفوا المعركة انتهت، لكن الحرب على داعش لم تنتهي، وتحتاج إلى تضافر جهود دولية وأقليمية أيضا كي تنتهي. ما دامت تركيا تحتل الأراضي السورية كما أكد يعني مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في جلسة الاجتماع الأخيرة، الوجود التركي، الاحتلال التركي، التهديد التركي الدائم دائما ينعش أمال دائم داعش، وليس هناك دلالة أكبر من أن يتم قتل اثنين من زعماء داعش في أحدهم في منطقة لا تبعد سوى 5 كيلومترات فقط من الحدود التركية، والآخر أيضا لا يبعد سوى 400 بين 400 و500 متر من نقطة طيب عسكرية تركية. المسألة ليست مرتبطة بالكرد ولا بالعرب ولا بقوات سوريا الديمقراطية الذين حققوا نجاحا عظيما، وقالت عنهم في الأيام الأخيرة وول ستريت جورنال يعني كنا نتمنى أن يكون لدينا حلفاء بهذا القدر من القوة والاقتدار، مثلا في الحرب على القاعدة أيضا يعني، والجميع طيب أشاد ب. ابقى معنا سيد نواف لو تكرمت، ابقى معنا سيد دارا. ذكر سيد نواف تركيا منذ قليل، وهنا السؤال،
لماذا تتعامل تركيا برأيك مع أكراد كردستان العراق بشكل فيه الكثير من التعاون، بينما ربما تتعامل على طول الخط مع أكراد سوريا على أنهم أعداء؟ ما الفرق بين أكراد سوريا وأكراد العراق؟ يعني لا فرق بين أكراد سوريا والعراق بالنسبة لتركيا. تركيا هي عدو، النظام التركي عدو لجميع الأكراد في جميع المناطق وفي كل العالم. يعني صرحوا أكثر من مرة القادة الأتراك أنه لو قامت خيمة كردية في أفريقيا فسوف نهدمها، ولكن كل ما هنالك أن التعامل مع أكراد العراق هو آني ومرحلي. قبل الأزمة السورية شاهدنا كيف أن النظام التركي لم يكن يعني يعترف بإقليم كردستان العراق، رغم أن هذا الإقليم هو يعني تم إنشاؤه بموجب الدستور العراقي ومعترف به من قبل الدولة العراقية ومن قبل الدستور العراقي ومن قبل جميع دول العالم أيضا تعترف بهذا الإقليم. كانت تركيا لا تعترف به وكانت تسمي رئيس الإقليم بزعيم العشيرة، يعني كانت تخاطب الإقليم كردستان بهذا الشكل السيء. ولكن قيام الثورة في المناطق الكردية في سوريا وإنشاء الحكم الذاتي هو ما دفع تركيا للتقارب مع أكراد العراق لمحاولة ضرب الأطراف الكردية ببعضها، وهذه لعبة تاريخية تركية يعني قديمة جدا. ابقى معنا سيد درة وتكرمت، ابقى معنا، آسف للمقاطعة لكن الوقت يعني ليس في صالحنا للأسف. سيد نواف في دقيقة يعني تقريبا، كيف ستكون العلاقة ما بين ذلك الحكم الذاتي في شرق الفرات وحكومة دمشق؟ إذا أصرت حكومة دمشق على هذه العقلية التي أودت بالبلاد إلى ما وصلت إليه، الأحوال مئات الآلاف من الضحايا من مختلف الأطراف، من الجيش السوري، من غيره من المجموعات سواء الإرهابية أو الذين كانوا جزء من متطلبات أو من الذين عوروا عليهم لعملية التغيير، بالتأكيد لن يتغير شيء. إذا كانت الحكومة السورية جادة لوضع حد للمأساة السورية أو للخروج من الجحيم السوري على حد وصف شاتم هاوس، عليها أن تقبل الدعوات الكثيرة التي وجهتها قيادة قوات سوريا الديمقراطية، الإدارة الذاتية الديمقراطية، مجلس سوريا الديمقراطية، للدخول في حوار أو في تفاوض يكون مدخلاً لإيجاد تسوية حقيقية من خلال الوصول إلى خريطة طريق تكون مدخلا حقيقيا للخروج من هذا الجحيم. اما ان تفكر الحكومه السوريه وتتعاطى من انها ستعود للسيطره على كل الجغرافيا السوريه بنفس العقليه ونفس الطريقه، فاعتقد الامور ستكون اكثر تعقيدا في ظل وجود طرفين هما الروس والايرانيين. احيانا روسيا تعترض على التفاوض، احيانا ايران تعترض على التفاوض، لان القرار السوري في دمشق لم يعد مستقلا بمعزل عن هذين الطرفين الاقليمي والدولي. السيد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات من بوخم الالمانيه، والسيد دارا مصطفى ممثل الاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا من كوبنهاجن، شكرا جزيلا لكما. الى هنا انتهت حلقه اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها. صفقة روسية أمريكية في مجلس الأمن لتخفيف الضغط على سوريا، فهل تكون بداية لحل الأزمة أم تعميقها؟ وأكراد سوريا سنوات عديدة من الحكم الذاتي وحرب بلا نهاية. الأخبار على رأس الساعة على شاشة الغد، فابقوا مع الغد.